على مدار الأسابيع الماضية اضطرت إسرائيل لاقتراض 6 مليار دولار في قروض مرتفعة الفوائد في ظل التكلفة الباهظة للحرب على قطاع غزة، ورغم زعم وسائل إعلام إسرائيلية إن الحرب بتكلف في اليوم الواحد 1.5 مليون دولار، إلا إن وكالة بلومبرج الأمريكية أفادت إن تكلفة الحرب بتصل ل 260 مليون دولار في اليوم الواحد، فضلاً عن تآكل النقد الأجنبي بسبب محاولات البنك المركزي الإسرائيلي الحفاظ على قيمة الشيكل. وباع المركز الإسرائيلي خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 8 مليار دولار، وكمان انسحبت من إسرائيل عدد من الشركات الأجنبية خاصة في قطاع التقنية واللي بيقوم عليه جزء كبير من اقتصادها، ومن المتوقع إن التداعيات الأخطر هتكون على المدى البعيد، فمن المستبعد قدوم استثمارات جديدة خلال المستقبل فضلاً عن تكلفة تعبئة جنود الاحتياط. كل العوامل دي بتضع علامات استفهام وشكوك جادة حول قدرة إسرائيل على مواصلة القتال.